في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذا حافظت على قيام الليل الله يجعل لك نور في وجهك ونور في قلبك ونور في قبرك ونور يوم أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. الله يا أحبه وصف عباده المتقون بصفتين عظيمة. قال الله في القرآن في سورة الذاريات عن عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آخر الليل إذا ما كنت من المصلين الراكعين الساجدين أقل القليل كن من المستغفرين، لأن ربي قال عن صفتهم: وبالأسحار هم يستغفرون. أنا عارف أنه في ناس الآن تسمعني أصابتهم الهموم والكروب والديون والأمراض والأسقام والآلام، تعرفون إيش الحل؟ الله يبغى منا أن نسجد السجدة طويلة، نشكو إلى الله همومنا ونبث إلى الله أحزاننا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. ربي قال في القرآن: ادعوني أستجب لكم، من يجيب المضطر إذا دعاه. فالله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب لمن دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلمنا وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا سجدت خرج كل شيء في قلبك لله سبحانه وتعالى. لا تشكي همومك للناس واشكي همومك لرب الناس وهو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يستجيب جميع دعواتنا.